كابتن حسن، على ضوء تشكيله النادي الاهلي وقوام النادي الاهلي، في غزاره في اللاعبين، هل الغزاره دي منطقيه على ضوء البطولات الكتير الاهلي هيشارك فيها؟ اكيد لازم أكيد. انت يعني هو من السنه اللي فاتت كان بيعمل كده، يجهز كل اللعيبه. بس احنا نسينا نتكلم على كريم فؤاد. يلا بينا. يعني الراجل اللي انا مبسوط بجد يعني احنا نسيناه ليه؟ راجل جاي بعد اصابه واجتهد في فتره الاعداد وعمل شغل كويس جدا والتزم، كرم ربنا الكبير قوي عليه ان يجيب جون زي دوت. انت على فكره دي كره سهله جدا يكون حارس الصداع يعني 100% طبعا، بس كرم ربنا للبني ادم ده علشان هو طيب واكيد بر باهله وولد محترم. لا وكان في البيك بتاع مستواه قبل الاصابه كمان، سوء حظ كبير. وبعدين النهارده انا اتبسطت اول ما شفته النهارده، اتبسطت ان هو ايه الراجل يعني عارف انت ايه عايز يديله يعني عارف انت عارف لما يكون واحد يكافئك كده لان انت بقالك فتره كنت مصاب وجاي بعد اصابه فعايز يكافئك. فدي كانت المكافاه، وكمان راح كرم ربنا الكبير راح كافئه بجول جميل.